يعدي تكميله جيده لبكر بن ابراهيم. شايفين الكره العيساوي كيف ماشي يعاد متاعها العيساوي يلعبها وبكر بن ابراهيم شايفين كيف كمل الكره ابو بكر في المرمى جميله بعد مرور 7 دقائق مجهود عظيم من فوزي وتكميله رائعه من ابو بكر بن ابراهيم على اساس البشاري يلعبها من جديد وهدف ثاني لبشاري. يا سلام علي البشاري يلعبها جميلة تعويض جيد لركلة الجزاء جميلة لبشاري. كل الجماهير واللاعبين ليعطوا التهنئة لعلي البشاري اللي استطاع أن يكون فعلا اللاعب الجيد اللي ما تأخرش بتضييع ركلة الجزاء استطاع يسجل هدف جميل الهدف الثاني بعد مرور 10 دقائق أصبحت النتيجة هدفين ولا شيء للسودان. فريقنا علي البشاري اللاعب الموهوب اللي أضاع ركلة الجزاء في الشوط الأول وما تأثرش. ياباني البشاري على طول وعلي البشاري اللي جاب الهدف الجميل ويعدي. علي البشاري لاعب جيد يا علي للمعداني مع علي يلعبها لسليمان عمر في الشمال. سليمان عمر مع علي البشاري في جنبه يلعبها في البعيدة بكر بن ابراهيم. الهدف الثالث بكر بن ابراهيم جميلة. سليمان عمر للعيساوي يرجعها لبكر بن ابراهيم ويجيب الهدف الثالث هدف جميل. هجوم سريع وشايفينها قدامنا كيف لعبها سليمان عمر يلعبها في البعيدة وفوزي جميلة عيني يا فوزي جميلة لبن ابراهيم المعداني قلنا بن ابراهيم لكن هو المعداني كملها في المرمى. الهدف الثالث بعد مرور ترتاب قدام المرمى وهدف الإعادة تكون جيدة حتى هدف رابع من الركنية جميل باني أعتقد باني مبكر باني يلعبها وشايفين مبكر باني هدف الرابع بعد مرور 26 دقيقة أصبحت النتيجة 4 أهداف باني جاب الهدف الرابع. هاي الركنيه نشوفوها رضا عطيه لعبها وصولا وباني يلعبها في الزاويه مسجل الهدف الرابع. انتصار كبير للكره العربيه.